السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفضلات، معكم مصطفى صادق. مثل ما وعدناكم إن شاء الله اليوم راح يكون عندنا حديث عن تقنية الـ 5G، هي الجيل الخامس من أجيال الاتصالات اللاسلكية. الحديث هذا راح يكون إن شاء الله مبسط مختصر لكل طبقات المهتمين بهذا المجال، سواء كانوا من الباحثين أو المهندسين أو المختصين في مجال الاتصالات، وكذلك بالنسبة لمشغلي أبراج الاتصالات وشبكات الإنترنت في العراق بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام أيضا إن شاء الله. مثل ما يعرفون الجميع، تقنية الـ 5G هي من التقنيات المهمة اللي يعني الكثير من الناس تحدثوا عنها في الإنترنت. شخصيا أول مرة سمعت عنها تقريبا كانت قبل عام بالضبط، عندما كان هناك حديث للدكتور أسامة في ملتقى الـ IT Live في العام الماضي 2017، يعني عندما تحدث عن تقنية الـ 5G والأمور المهمة اللي راح توفرها للمستخدمين أو المهتمين. منذ ذلك الوقت طبعا بديت البحث في هذا المجال وتخصصت في هذا الموضوع، يعني في دراستي للدكتوراه. كمقدمه عامه يعني بالنسبه للاخوان اللي ينضمون يعني لاول مره، انا مصطفى صادق، حاصل على بكالوريوس وماجستير في هندسه الحاسبات من جامعه البصره كليه الهندسه. حاليا انا طالب دكتوراه في جامعه تنسي ناكسفيل في الولايات المتحده الامريكيه، مختص في هذا المجال. بدايه اتمنى من الاخوه انه فقط ياكدون انه بالنسبه للاخوه الموجودين ياكدون انه هذا الفيديو يعني متاح للجميع وموجود او لا. الأخوان الموجودين فقط أكدوا لنا أنه الصورة واضحة، الصوت واضح. الأخوة والأخوات المشاهدين الموجودين فقط كتبوا لنا في التعليقات إذا كان هذا موجود يعني. تمام، الصوت واضح، الصورة واضحة إن شاء الله. تمام، شكرا جزيلا. اوكي، نبدأ على بركة الله. مثل ما ذكرت في البداية، يعني ما كان عندنا احد موجود، نرحب بالجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودكم ويانا. هذا الفيديو ان شاء الله او هذه المحاضرة راح تكون هي فقط حديث عن تقنية الـ 5G الـ 5th generation of wireless communications للاتصالات اللاسلكية. اتمنى ان شاء الله راح يكون هذا الحديث مختصر ومفيد لكل المهتمين بهذا المجال، سواء كانوا طلبة او باحثين او مهندسين او مختصين في هذا المجال. التقنية الـ 5G مثل ما هو معروف هي من التقنيات المهمة اللي راح تكون موجودة إن شاء الله في المستقبل. حاليا هي في طور الـ standardization، يعني تحويلها إلى تقنية رسمية ومقياس عالمي. الخطوات في هذا المجال يعني مستمرة على قدم وساق. بالنسبة للأخوة المهتمين في هذا المجال سواء كانوا باحثين أو مهندسين، الباحثين إن شاء الله إذا كانوا مهتمين بهذا الموضوع فقد تم شرح سابقا يعني 10 فيديوهات عن هذا الموضوع موجودة في قناتي، إن شاء الله راح يكون الرابط موجود يعني في التعليقات. بالنسبه للاخوه اللي اول مره يتعرفون على هذا الشيء، مثل ما هو معروف الاتصالات اللاسلكيه يعني تطورت من بدايه السبعينات والثمانينات التسعينات، يعني ظهر عندنا الجيل الاول الثاني الثالث، وحاليا اكو عندنا الـ 4G. بعد ذلك الـ 4G تطور الى مستوى الـ 4G LTE اللي هو Long Term Evolution، التطوير على الـ 4G. حاليا العالم متجه باتجاه الـ 5G، لانه ظهرت يعني في اواخر 2012 فكره انه تقنيه الـ 4G لم تعد كافيه لانه تدير الكم الهائل من الاجهزه والمستخدمين حول العالم. التقنيات او الترددات اللي كانت مستخدمه في 4G واللي هي مستخدمه حتى الان يعني في كل دول العالم لم تعد كافيه لهذا النوع من التطبيقات اللي تظهر يوميا، يعني الاجهزه اللاسلكيه السيلولر او يعني الفونز الموجوده. ال 4G ما راح تكون كافيه بالنسبه لها، فايضا ظهرت عندنا الانترنت اوف ثينجز، ظهرت عندنا الفيرتشوال رياليتي، اوجمانتد رياليتي اللي هي الواقع المضاعف المعزز او الواقع المضاعف. هذه كلها تقنيات ال 4G ما راح تكون كافيه بالنسبه لها. هذا الشيء ادى الى انه التقنيات او الشركات العالميه بدات تهتم ب يعني اظهار شيء جديد اللي هو راح يكون ال 5G اللي هو ال 5th generation. ال 5th generation كتقنيه مثل ما ذكرنا هو حاليا هي موجوده بعدها في طور الستاندرزيشن.
تم اختبارها في عدة دول، من عندها الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كوريا، بريطانيا، روسيا. التجارب لحد الآن هي تجارب مبشرة بخير، يعني الأمور اللي وعدونا بها أنه راح تحقق لنا 10 جيجا بت بالثانية، سرعة يعني إرسال واستقبال تصل إلى معدل تأخير بمقدار 1 بالألف من الثانية. هذه الأمور يعني حتى الآن في المختبرات النظرية وفي الجامعات تم الوصول لها بشكل جيد. إلا أنه هل تقولي أنه هل هناك شبكة كاملة مكتملة اسمها 5G موجودة الآن في أي دولة من دول العالم؟ الجواب كلا، لأنه هي ما زالت في طور البحوث والدراسات. أول ستاندرد يعني عالمي تم إصداره لل5G هو كان موجود في شهر 12 من 2017، اللي هو كان ظهر من جروب يسموها 3GPP اللي هي الثيرد جنريشن بارتنرشيب بروجكت، اللي هي مسؤولة عن عمل الستاندردايزيشن لل5G. وصلونا إلى فتشي يسمونه النون ستاند ألون ستاندرد، اللي هو كيف تقوم ببناء شبكة 5G تحتوي على 5G إضافة إلى 4G، أي أنه يعني في البداية سيكون هناك شبكة 5G تبنى بنفس التقنيات أو نفس الأجهزة الموجودة في 4G، أي أنها ستعمل سوية. بعد ذلك ستظهر عندنا ما يسمى بال5G اللي هي ستاند ألون، اللي هي ستعمل يعني لوحدها كتقنية مستقلة. الأسئلة اللي ترد في هذا المجال أنه هل أن ال5G ستكون بديلة عن ال4G؟ الجواب كلا، وإنما ستكون مكملة لها، يعني راح تكون عندنا عملية انتجريشن، راح يكون هناك تكامل بين شبكات ال5G وشبكات ال4G، كلاهما ستعمل سوية في نفس المدينة ونفس المساحة الجغرافية. طيب هنا أيضا يرد السؤال، إذا كانت ال4G ستبقى مستمرة في العمل، ما هي الفائدة من ال5G؟ ما هو الدور اللي راح تلعبه تقنيات ال5G في المستقبل؟ مثل ما ذكرنا، عدد الأجهزة الموجودة اليوم ممكن أنه تغطيها شبكات أو تقنيات ال4G. الأجهزة اللي راح تكون موجودة بعد سنة أو سنتين من المستحيل أنه تقوم بإدارتها شبكات ال4G، راح نحتاج باندويث أكبر، راح نحتاج شبكات أو انفراستراكشر أكبر وأقوى من الموجود حاليا. ال4G راح تكون غير كافية لتغطية كل هذا الكم. حاليا ال4G يعني في أفضل حالاتها تستطيع أنه تغطي 1000 مستخدم في الكيلومتر المربع الواحد. تصور انه عندك استاديوم او ملعب كبير جدا يحتوي على مئات الالاف من المستخدمين في نفس الوقت، وتحاول انه تغطيهم بال4G، هذا الشيء راح يكون شبه مستحيل. في حين في تقنيه ال5G اللي هي تعدنا انه توفر لنا مليون او تستطيع تغطيه مليون مستخدم في الكيلومتر المربع الواحد، هذا الشيء راح يكون ممكن. كذلك عندنا التوأمه ما بين ال5G والانترنت اوف ثينكس، يعني انترنت الاشياء، اللي هو يعد بوجود ملايين الاجهزه التي ترتبط سويه، واللي هي راح تعمل بتقنيه المشين تو ماشين، راح يكون عندنا سنسرات، وراح تكون عندنا اكشويترز اللي هي الماطورات، وكل الاجهزه الالكترونيه حولنا في العالم راح تعمل سويه ويعني تتواصل فيما بينها بدون تدخل الانسان. هذا الشيء من المستحيل انجازه بتقنيه ال4G الموجوده حاليا، لانه لا عدد الاي بيات الموجوده يكفي، ولا الانفراستراكشر الموجود يكفي، ولا حتى التاخير اللي توفره شبكه ال4G مناسب لما يعني نحتاجه في الانترنت اوف ثينكس. كذلك تمديد الاسلاك، يعني تقنيات الفايبر مهما كانت هي ممتازه وسريعه، الا انه تمديد الاسلاك في كل الاماكن مستحيل وصعب جدا ومكلف جدا، يعني حتى اذا كانت شبكه مثلا الفايبر تو ذا هوم اللي موجوده حاليا مثلا يتم يعني تمديدها في الكثير من الدول، حتى اذا كانت تستطيع تغطيه مساحه صغيره في مركز المدينه، الا انه من الصعب او من المستحيل او من غير المفيد اقتصاديا انه تقوم بتمديد فايبر تو ذا هوم الى المناطق الريفيه او المناطق الحدوديه او المناطق البعيده، في حين تقنيه ال5G توفر لنا هذا الشيء. ويعني حاليا هناك الكثير من البحوث والدراسات لاثبات من هو الاكثر يعني كفاءه اقتصاديا، هل انه الارخص انه اربط فايبر تو ذا هوم، او الافضل انه نربط 5G مثلا يعني بالتزامن مع ال4G. لحد الان الدراسات الاقتصاديه تقول بانه ال5G في حاله اكتمالها ويعني وجودها كتقنيه على ارض الواقع راح تكون ارخص بكثير من تمديد الاسلاك الفايبر في كل الاماكن، الا انه يعني هذا الشيء ما زال في قيد الدراسه، يعني لانه النتائج النظريه في المختبرات قد لا تتوافق تماما مع الامور الموجوده في الواقع. ان شاء الله في المستقبل يعني كتكمله لهذه السلسله من المحاضرات راح يكون عندنا فتح حوار مع اناس مختصين في يعني تقنيه الفايبر، وايضا يعني راح نشوف انه ال5G والفايبر ممكن انه تعمل سويه، يعني تكمل بعضها الاخر، مو شرط انه اذا كان لدي فايبر فهذا يعني انه ما نحتاج ال5G، او اذا كان لدينا 5G فهذا يعني انه لا نحتاج الفايبر. اللي موجود حاليا كدراسات نظريه واللي يعني بدات تطبيقه او تجربته في دول العالم هو انه
ال 5G واضافه الى ال 4G اضافه الى الفايبر اوبتيك يمكن ان تعمل سويه في بيئه واحده، مثل ما هو ايضا وضحناه في الفيديوهات اللي شرحناها سابقا. بالنسبه لشركات الهاتف النقال او شركات الانترنت العامله حاليا، شنو اللي تحتاجه انه لكي تقوم بمواكبه التطورات الحاصله؟ بالنسبه للدول اللي ما زالت لحد الان في تقنيه ال 3G، يعني بعضهم يقولون انه يجب ان نقفز مباشره الى 5G، هذا الشيء مستحيل وايضا غير منطقي وغير ممكن. بعضهم يقولون انه نكتفي بالفايبر تو ذا هوم وهذا يكفي، يعني ما نحتاج هذا الشيء. الواقع يقول غير هذا، الواقع يقول انه الخطوه الاولى انه تنتقل الى 4G، تقوم بتنصيبه وتهيئته للمستخدمين. بعد ذلك عندما يكتمل ال 5G بعد سنتين او ثلاثه او اربعه، راح تكون انت مستعد، عندك الانفراستراكشر الكافي انه تقوم بتنصيب اجهزه ال 5G والاستفاده من خدماتها. الجانب الاخر يقول بانه احنا ما الخدمات الحاليه الموجوده متوفره وكافيه يعني للمستخدمين، ما هي الحاجه الى 5G او 4G اذا كانت 3G كافيه. هذا الكلام قد يكون صحيحا نظريا اذا كان المستخدمين يعني لا يفكرون في الانتقال الى عالم اليوم او عالم الغد، يعني اذا كنت لا تريد فيرتشوال رياليتي، اذا كنت لا تريد اوجمنتد رياليتي، اذا كنت لا تريد الاشتراك في المشروع العالمي اللي هو يعني الاوتونوموس فيكلز، اللي هو السيارات التي تقود وحدها لنفسها او السيارات التي تتصل فيما بينها في فيكولر اد هوك نتورك، شبكات السيارات المستقله، بحيث انه السيارات في العالم ستكون يعني مستعده لانها تقود نفسها بنفسها بالاتصال فيما بينها، يعني فيما بعضها البعض، تجنب الازدحامات، تجنب الحوادث، تجنب التصادمات، كل هذه الامور تحتاج ال 5G في المستقبل. فمبدئيا ال 5G ضروري جدا انه تاخذه بعين الاعتبار. التقنيات اللي تحتاج انه تعرفها حاليا هي الامور اللي شرحناها في الفيديوهات السابقه اللي ذكرناها، واللي ان شاء الله راح يكون الرابط الخاص بها موجود في التعليقات لهذا الفيديو. المهندسين في هذا المجال يعني الامور الرئيسيه اللي يحتاجون انه يعرفوها، يعني استطيع انه اختصرها بثلاث امور. SDN Software Defined Networks، شبكات معرفه برمجيا، ضروري جدا في مستقبل الشبكات انه تتعلم العمل على هذه التقنيات. لينكس بصوره عامه، يعني الفيرتشواليزيشن، NFV وغيرها من التقنيات الجديده الاخرى. كل هذه الامور دي ممكن انه تسمعها انت كمهندس او مختص او طالب، تقول بانه هذه الاشياء هي معقده وصعبه وبعيده جدا ولن يكون هناك لها تطبيق في المستقبل القريب على الاقل، لانه صدق او لا تصدق لان شركات الاتصالات في العالم الثالث يعني او في العراق خصوصا لن تستطيع المقاومه والصمود بنفس التقنيات الموجوده حاليا. ستضطر خلال سنه او سنتين او ثلاثه او خمسه على الاكثر انه تغير من معماريتها، من الانفراستراكشر الموجود. ذلك الوقت انت راح يكون عندك من الان الى بعد 5 سنوات نفترض مثلا كحد ابعد، انه انت تمتلك او تكتسب كل الخبرات المطلوبه لهذا المجال. منها الى بعد 5 سنوات عندما تقوم الشركه ب يعني ان تدرك اخيرا انه الانفراستراكشر والهاردوير الموجود عندها هو غير كافي لتلبيه متطلبات المستخدمين، ذاك الوقت راح انه تجبر على انه تنتقل الى تقنيات احدث وامور يعني اكثر تطورا اللي هي 4G وال5G وغيرها، ذاك الوقت راح يكون انت عندك السكيلز المهارات الكافيه انه تكون جزء من هذه الانتقاله يعني التدريجيه من ال 3G الى ال 4G الى ال 5G. الامور اللي حبيت انه ايضا اذكرها انه هناك بعض يعني الاوهام او المعلومات المغلوطه انه في حاله وجود ال 5G مثل ما ذكرت يعني لن يكون هناك حاجه للفايبر تو ذا هوم، هذا شيء خاطئ. كل واحده من لها تطبيقاتها، كل واحده من لها مجال عملها. ما الذي سيدفع الشركات الى انه يعني تنتقل من ال 4G الى ال 5G؟ هذا في الحاله اذا كانت هناك ايضا اصلا هي عندها 4G. الامور اللي راح تدفع الشركات للانتقال من ال 4G الى ال 5G هو اولا رغبتها في تحسين نوعيه الخدمه، واللي ايضا تدفعها حاجه المستخدمين، يعني اذا كان المستخدم راضي بالخدمه اللي موجوده عنده حاليا فلن يحتاج اي شيء يعني بعد ذلك. اذا كان المستخدم يطمح الى خدمه افضل، طبعا ليس هناك شيء مجاني، اذا كان هناك حاجه لخدمه افضل يجب ان يكون هناك استعداد لدفع اكثر. صحيح انه تقنيات ال 5G تعد انه تقلل استهلاك الطاقه بالنسبه للاجهزه النقاله وتعد بتقليل استهلاك الطاقه بالنسبه للابراج ومشغلي الابراج، الا ان ذلك لا يعني انه هي راح تكون ارخص. مبدئيا لحد الان كل الاشارات تقول بانه هي راح تكون اكثر غلاء، يعني تصور انه اذا كان لديك سرعه انترنت 10 ميجا بت بالثانيه وكنت تدفع مثلا 30 او 40 الف دينار عراقي مثلا او 30 او 40 دولار في الشهر، اذا زادت الخدمه الى 100 ميجا بت بالثانيه او حتى الى 1 جيجا بت بالثانيه
او ربما حتى 10 جيجا بت بالثانيه مثل الوعود اللي قاعد تعدنا بها لل 5 جي. من المستحيل انه تكون يعني راح تقوم باعطاء نفس المبلغ ماليا في الشهر الواحد. كذلك ايضا احنا في ال 5 جي راح يكون عندنا ما يسمى بالسمول سيلز اللي هي الخلايا الصغيره. اذا كان هناك مسافه بين الابراج اليوم مثلا 4 او 5 كيلو متر بين برج وبرج اخر في ال 5 جي مثلا، اذا تم تنصيبها في المدن المكتظه او في مراكز المدن، اذا كان هناك ايضا احداث رياضيه او من غيرها من الاحداث الاخرى اللي تحتوي على الكثير من المستخدمين، تصور انه راح يكون هناك مسافه بين الابراج لا تزيد عن 200 متر، وهذه اللي هي يسموها الكوندنسد نتوركس او الكونجستد نتوركس اللي هي شبكات مزدحمه او شبكات متقاربه. راح يكون هناك كل برج يبتعد عن البرج الاخر بمقدار 200 متر فقط، لانه راح يتم استخدام يعني ترددات جديده وتقنيات جديده، من المستحيل انه راح تصل الى مسافات ابعد. حاليا يعني مثل ما ذكرت الكثير من المختصين بهذا المجال يعني ما زالت الامور في تطور الدراسات والبحوث، الا ان الشيء الرئيسي اللي راح يحرك عجله الانتقال من ال 4G الى ال 5G او من ال 3G الى ال 5G هو اولا حاجه المستخدمين لتقنيات جديده وظهور تطبيقات جديده، وكذلك يعني ظهور حاجه مثل ما ذكرنا حاجه فعليه من المستخدم. اما اذا كان المستخدم راضي بانه يتصفح الفيسبوك ويقوم ب نشر التعليق او اللايك 3 أو 4 مرات لكي يصل الى الانترنت، فهذا الشيء لن يدفع لا الشركات الى انه تستثمر اموال اكثر في بناء انفراستراكشر جديد، ولا كذلك حتى يعني الاستندارات العالميه انه تقوم ب يعني دفع هذا الشيء الى الامام. بالمناسبه في الدول العالميه يعني الناس تواقون الى الشيء الاكثر تطورا والاكثر سرعه والاكثر حداثه، الا انه في دول العالم الثالث تلاحظ انه يقوم بتقديم الكلفه على التطبيقات او الكلفه على الاداء. يعني الكثير من الناس يفضل انه يبقى بشبكه بطيئه ما دامت ليس هناك مشاكل من حيث الاداء او من حيث الدفع اكثر، يعني لانه مثل ما ذكرنا يعني اذا كنت تريد ان تكون جزءا من عالم الغد او عالم اليوم على الاقل، يعني اذا كنت تريد ان ترى تطبيقات انترنت الاشياء والاوجمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي الحقيقه الافتراضيه بشكل واقعي، ف يجب ان يعني تضع في بالك انه كل هذه الامور يجب ان تاتي بثمن، الثمن هو الانتقال من 3 جي الى 4 جي الى 5 جي، الثمن ايضا هو تنصيب شبكات افضل والاستعداد لدفع مبالغ اكثر للشركات. هذا الشيء لحد الان اعتقد انه الكثير من الشركات تهمل هذا الشيء، لانه يعني سيصبح حقيقه واقعيه باسرع مما يتصور الجميع. طبعا انا كنت افكر انه اجعل الحديث اطول بكثير من هذا الموضوع، الا انه اتمنى انه يكون الحكي اللي او الكلام اللي تحدثنا به كافي للجميع. خلينا نطلق المجال للتعليقات، ويعني اذا كان هناك اسئله او استفسارات من المهتمين راح نكون ان شاء الله مستعدين انه نجاوب عليها. فخلينا نبدي من البدايه. طبعا هذه التعليقات ما يعني شكرا جزيلا لكل الموجودين يعني، واتمنى انه يكون الكلام مفيد للجميع وعلى الاقل يعني بفد شيء مفيد او يعطي فد معلومه عن الاشياء اللي راح تكون موجوده في عالم الاتصالات في المستقبل. توجد مشاكل جمه في الفايبر تو ذا هوم، الكلفه عاليه، غلاء معداتها، صعوبه تغطيه كل المناطق. استاذ اركان اهلا وسهلا بك، حياك الله. طبعا يعني مثل ما ذكر استاذ اركان يعني شبكات الفايبر والفايبر تو ذا هوم، فايبر تو ذا اوفيس، فايبر تو اني وير هي موجوده عالميا، والكثير من الدول بدات تستخدمها كبديل للدي اس ال اللي هو ديجيتال سبسكرايبر لاين، لانه سابقا اغلب الدول كانت تمتلك انفراستراكشر، يعني هي كانت تمتلك تي في كيبل اللي هو يعني ارسال الاشارات التلفزيونيه الى البيوت عن طريق الاسلاك، وكذلك ايضا كانت تمتلك يعني هواتف يعني منزليه وتمتلك الاسلاك. لذلك اول خطوه للانتقال يعني توظيف الانترنت في المنازل كانت هي بنفس استخدام هذه الاسلاك، يعني نفس اسلاك التلفزيون ونفس اسلاك الهاتف استخدمت وطورت، اللي هو يعني تستخدم بدل انه تستخدم فقط للتلفزيون او الهاتف يعني تم استخدامها للانترنت، واللي ايضا اعتقد انه شفنا يعني اجزاء من هذا الشيء حصل في العراق يعني قبل 2003 انه استخدمت اسلاك التليفون لايصال الانترنت. بعد ذلك نفس هذه الشركات يعني بدات بتطوير اسلاكها اللي ممتده يعني من سيرفراتها الى الكابينات الى المنازل، مد اسلاك افضل يعني ونوعيه اسلاك ونوعيه
ميديا افضل، بحيث انه اصبحت مناسبه لنقل سرعات اكبر من الانترنت. هذا الشيء موجود في العالم كله، ولكن مع ذلك هذا الشيء لم يوقف ولن يستطيع ايقاف تطوير الشبكات اللاسلكيه، لانه مثل ما ذكرنا هي ليست البديل، وانما احدها يكمل الاخر. الفايبر تو ذا هوم في العراق يعني حاليا تواجه الكثير من المشاكل، اغلبها مشاكل اداريه يعني، وتتعلق ايضا بوعي الناس وكذلك بالاستعداد لدفع مبالغ اكبر وغيرها من الامور الاخرى. الغلاء طبعا موجود يعني، الغلاء مثل ما ذكرنا، هل ان الفايبر تو ذا هوم ارخص ام الفايف جي والفور جي ارخص؟ هذا الشيء لحد الان يعتمد بشكل اساسي على التخطيط، يعتمد بشكل اساسي على الفيزيبيليتي ستدي او فيزيبيليتي ريبورت. يعني اذا كان يعني احنا نعرف انه لدينا وزاره اتصالات ونعرف انه فيها قسم تخطيط ومتابعه، هذه الاقسام يفترض من اجلها انه تقوم بدراسه الواقع لكل بلد والواقع لكل مدينه، وعلى اساسها تقوم بتخطيط ما هي نوعيه الشبكه الافضل اللي هي توفر اداء افضل وكلفه اقل. يعني هذه الامور هي موجوده في كل العالم، ماكو من يعني لا يوجد بلد في العالم يقوم ب يعني فتح باب الاستثمار في مجال او قطاع اتصالات مثلا او قطاع خدمات بدون وجود دراسه، بدون وجود ما هو الافضل، ما هو الارخص للمواطن، ما هو الافضل من حيث الكلفه. يعني دائما اكو هناك ما يسمى بالتريد اوفس اللي هي التضحيه، انت لازم تضحي بشيء معين، انه تريد كفاءه ممتازه 100% اذا راح تكون غاليه، اذا كنت تريد كفاءه ضعيفه جدا راح تكون رخيصه. الا انه عاده يعني كل الدول والحكومات والمؤسسات تهدف الى فشيء في الوسط اللي هو كفاءه جيده وكلفه جيده. هذا الشيء ياتي من خلال الدراسه، دراسه للواقع الموجود ودراسه ل الأمثلة الموجودة عندنا في الدول العالمية اللي ممكن أنه نأخذها يعني كمثال، نلاحظ أنه ما هي الدول المشابهة لنا من حيث التركيب السكاني، من حيث معمارية المدن، من حيث المساحات، من حيث الكثافة السكانية. على هذا الأساس نستطيع معرفة ما هي الشبكات الأفضل بالنسبة لنا، هل هي شبكات يعني اللاسلكية أو شبكات الفايبر وغيرها من الأمور الأخرى. ما أعتقد ينجح في مجتمعاتنا لأن المستخدم ينظر إلى السعر قبل السرعة. طبعا هذا الشيء مثل ما ذكرنا، يعني إذا كان قرار المستخدم الواحد ممكن أنه يفضل السرعة وليس السعر، أو السعر وليس السرعة يعني العفو. أما إذا كان قرار حكومات بعد وجود دراسات وبعد وجود يعني عملية إقناع ويعني إعلام لهذه التقنيات، فأعتقد أنه يعني راح يصير حقيقة واقعة مع الوقت، راح يبقى يعني بالمناسبة يعني حتى في أمريكا لحد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية كنت أبحث اليوم، يعني ما زالت هناك مناطق تعمل بتقنيه ال 3G. ايضا السبب هو انه المستخدمين هي مناطق رورال، يعني هي مناطق ريفيه، المستخدمين مكتفين بنوعيه الخدمه المتوفره ولا يطمحون لشيء افضل، وبالتالي فبقوا على ال 3G. وبالتالي نفس الشركات اللي هي توفر لهم الخدمه، يعني شركه الاي تي ان تي، هورايزون، تي موبل وغيرها، توفر شبكه 4G وتطمح لل 5G في مراكز المدن الكبرى، ولكنها في نفس الوقت توفر شبكه وخدمات 3G بالنسبه للمناطق الريفيه. هذا الشيء في المستقبل يعني إذا كنا نطمح إلى وجود بنية أساسية حقيقية توفر لنا إنترنت أشياء وتوفر لنا شبكات اتصالات بين المركبات وغيرها، هذا الشيء راح يكون من الصعب، لأنه حتى المناطق الريفية احنا نطمح أنه نقوم بتنصيب ما يسمى بالسمارت فارمز اللي هي المزارع النموذجية أو المزارع الذكية بوضع السنسورات في كل مكان وربط سوية في شبكة إنترنت أشياء. هذه الامور ايضا من المستحيل توفيرها بتقنيه ال 3G او حتى ربما ال 4G، ال 5G راح يكون هو الحل الامثل بالنسبه لنا في المستقبل. مثل ما ذكر دكتور مازن قبل مده انه يعني ال 5G والانترنت اوف ثينكس هما توأمان، كلاهما يكمل الاخر، كلاهما هو السبب لظهور الاخر. يعني بدون 5G لن يكون هناك انترنت اشياء حقيقي مثل اللي احنا قاعد نشوفه في المحاضرات او الفيديوهات، وبدون انترنت الاشياء لن يكون هناك مبرر حقيقي لظهور شبكه ال 5G. فبمرور الوقت اعتقد انه كل المستخدمين وكل الحكومات وكل الشركات راح تدرك انه هذا هو المسار الحقيقي الوحيد، كل ما عدا ذلك هو مجرد مكابره ومغالطه، ويعني لن نصل الى نتيجه اذا كنا فقط نفضل السعر على السرعه. دكتور سهيل القيسي شكرا جزيلا، حياك الله وتشرفنا يعني في وجودك في هذا الفيديو. استاذ اركان حياك الله، شكرا جزيلا. عاشت الايادي، تمام نعم. العديد من الاصدقاء يسال ما هي الفائده من الفايف جي اذا كان الفايبر موجود مقارنه، طبعا الفايف جي للعلم والاطلاع يعني من المؤمل انه يوفر سرعه تشابه او تفوق سرعه الفايبر في بعض المناطق، طبعا في بعض التطبيقات. ايضا مثل ما ذكرت انا يعني
من الخطأ اعتقاد أنه الـ5G والفايبر يعني كلاهما وأحدهما بديل عن الآخر، هما كلاهما يكمل أحدهما الآخر مثل ما ذكرنا، بوجود تخطيط حقيقي، بوجود يعني مثل ما ذكرنا دراسات من قبل قسم الدراسات والتخطيط في وزارة الاتصالات في أي دولة أو في أي شركة، راح تعرف أنه في منطقة معينة من المدينة تحتاج 5G أفضل مما تحتاج من الفايبر، لأنه راح يكون أرخص وأكثر كفاءة سواء بالنسبة للمستخدمين أو بالنسبة للشركات والحكومة. في مناطق أخرى راح يكون الفايبر هو الأفضل من أيضا من ناحية الكفاءة والأداء والسرعة والكلفة. يعني هذه دراسات يجب أن توضع وتعطينا نتائج، يعني من الصعب أنه تقول أنه 5G هو الأفضل من الفايبر في كل مكان، هذا شيء خطأ ومستحيل. وكذلك أيضا من الصعب ومن الخاطئ أنه تقول أن الفايبر هو البديل الأفضل لل5G في كل مكان، كل واحد منهم لها تطبيقاته وكل واحد منهم لها مميزاتها اللي تجعل لا غنى عنها في المستقبل. وإلا يعني من غير المنطقي أن نعرف أن هناك مليارات الدولارات من كل الشركات الرئيسية في العالم، AT&T، هورايزون، تي موبيل، كوادكوم، غيرها من كل الشركات اللي مختصة بالاتصالات في العالم تقوم بصرف المليارات من الدولارات حاليا لتطوير الـ5G. لو لم يكن هناك حاجة حقيقية لهذا الستاندرد، لو لم يكن هناك حاجة حقيقية لهذه التقنيات لما ظهرت أصلا، ولما قامت هذه الشركات بأنه تعب نفسها يعني من أجل تحقيق كل هذا الشيء. ها، التأثيرات البيئية. طبعا شكرا جزيلا أستاذ عبير على هذا السؤال. مثل ما ذكرت أنا في المحاضرات أو الفيديوهات اللي نشرتها سابقا، الـ5G راح تستخدم ما يسمى بالمليمتر ويفز كترددات الموجودة حاليا اللي هي 2.4 و5 جيجا هرتز. هذه يعني هناك عشرات الآلاف من الدراسات حول أنها تؤثر أو لا تؤثر على صحة الإنسان. بعضهم يقولون أنه زيادتها في مدينة معينة تزيد من نسبة السرطانات، تزيد من نسبة ظهور الأمراض الخبيثة وغيرها من الأمور الأخرى. المشكلة في هذه الدراسات أنه تقوم بها جهات مستقلة، وعادة شركات الاتصالات الكبرى تمتلك ما يسمى باللوبي أو يعني التأثير في القوانين والقرارات، بحيث أنها تمنع من إكمال هذه الدراسات إلى الخطوة الأخيرة. طبعا كمختص في الاتصالات يعني نظريا هناك الكثير من الدراسات التي تثبت أن اختراق الإشارات اللاسلكية لأجساد البشر لمدة طويلة تعرضهم إلى مشاكل صحية، لكن هل أنها تصل إلى مستوى التهويل الموجود بالإعلام؟ الكثير من الناس هم غير مختصين في هذا المجال، فقط يأتي ويقول بأنه زادت عندنا نسبة الأمراض الخبيثة. ما هو السبب؟ يبدأ ذكر الكثير من الأسباب، بعضهم يقولون أبراج الاتصالات اللاسلكية، بعضهم يقولون الأغذية المعالجة، بعضهم يقولون التلوث، غيرها من الأمور الأخرى. بالنسبة للـ5G راح تستخدم لأول مرة ما يسمى بالمليمتر ويفز، اللي أنا أيضا تحدثت عنها في المحاضرات السابقة. المليمتر ويفز اللي هي الشبكات أو الترددات المليمترية، معروف عنها أنه هي يتم امتصاصها من قبل المطر، يتم امتصاصها من قبل الأكسجين، يتم امتصاصها من قبل حتى الأشجار وحتى البنايات، بحيث أنه إذا كان لدينا مثلا نقال وكنت أمسك بالنقال بهذه الطريقة، إذا كانت أحد أصابعي موجود على الأنتنة هذه راح تمنع يعني انتقال الإشارة خارج الهاتف النقال. وبالتالي لحد الآن يعني مسألة تصميم الهواتف النقالة بحيث أنها تحتوي على عدة أنتنات في عدة أماكن، بحيث أنه تمنع البلوكج، يعني تمنع الغلق الإشارة من قبل دماغ البشر أو الأصابع أو اليد، بحيث أنه يكون هناك في كل لحظة مكان معين أو أحد الأنتنات تكون فري أو حرة أنه تقوم بإرسال الإشارات. نعم، الموجات الميليمتر ويف يعني الميليمتر ويفز يتم امتصاصها من قبل أجسام البشر، في الوضع الطبيعي هي لا تؤثر، إلا أنه الدراسات تثبت أنه البقاء أمام الأنتنة، طبعا الأنتنة يعني اللي هو الهوائي أو البرج، البقاء أمام البرج على بعد عدة أمتار لعدة ساعات يؤدي إلى تراكم الحرارة في داخل جسم الإنسان، مما يؤدي إلى تأثيرات صحية. طبعا هذا الشيء يعني هو شبه مستحيل، أنه يعني تقوم بالوقوف أمام برج في الشارع، برج اتصالات في الشارع لعدة ساعات في نفس المكان. اولا لانه هذه الابراج تقوم بارسال الاشارات بما يسمى مثل ما ذكرنا يعني البيمز، اللي هي عباره عن فشيء يعني يشبه القلم، يعني عباره عن حزمه يتراوح عرضها ما بين الواحد درجه، يعني درجه واحده و 18 او 20 درجه. فهذه البيمز ما راح تكون موجهه في اتجاه واحد في كل الاوقات، وانما هي راح تتبع الاجهزه النقاله. يعني اذا كان لديك جهاز نقال في يعني تقوم بالتكل يعني الحديث به وكنت يعني
في حاله مشي او تركب دراجه او سياره او حتى في اي وسيله نقل اخرى. البيم راح يعني حاليا هناك الكثير من الدراسات اللي يعني تجعل البيم المنطلق من الهاتف يتابع البيم القادم من البرج، بحيث ان كلاهما يكون في حاله التقاء في كل الاوقات مهما كانت سرعه الحركه للمستخدم. وبالتالي وجود بيم في مكان واحد يعني باتجاه شخص واحد عده ساعات شبه مستحيل في يعني السيناريوهات الطبيعيه اللي احنا نشوفها في حياتنا العامه. وبالتالي ما اعتقد انه التاثيرات الصحيه لل5G راح تكون اكثر من التاثيرات الصحيه اللي بال4G او ال3G. يعني اذا كان هناك تاثيرات صحيه مثبته سابقا فال5G لن يقوم بزيادتها، وانما ستكون هي نفسها. يعني الوايرلس ناجح في حاله تنظيم الترددات ومواقع الابراج. التنظيم غائب هنا. الشق الاخر، كما اسلفنا الوضع الاقتصادي المجتمعي فلو نظرنا الى البروفايل الثالث او الرابع لراينا خدمه ممتازه، ولكن السعر هو العائق. بالنسبه للتنظيم، التنظيم يجب ان يكون هو وظيفه الدوله ووظيفه كذلك الشركات الاستثماريه اللي تقوم بنصب الابراج واللي هم يعني مزودي الخدمه. بالنسبه للجانب الاقتصادي، يعني في امريكا حاليا او في الدول الاوروبيه قبل مده ايضا يعني وجدت انه هناك منشور في الفيسبوك يعني يطالب الاخوه من كل دول العالم انه يقوم بذكر المبالغ اللي يقوم بصرفها. حاليا انا في امريكا، يعني في احد الولايات في الولايات المتحده الامريكيه، عندنا الهاتف النقال يعني اللي انا مشترك به هو ايضا يعني يعمل بتقنيه ال4G. ادفع شهريا 27 دولار اللي هي تقريبا تصير 35,000، 27 دولار في مقابل انه احصل اتصال مفتوح يعني وعدد رسائل مفتوحه مجان، يعني تستطيع الاتصال قدر ما تستطيع وارسال رسائل قدر ما تستطيع، وكذلك هناك 3 جيجا بت او 3 جيجا بايت من البيانات اللي هي استطيع انه اقوم لها يعني اعمل لها ابلود او داونلود. هذا المبلغ هو اقل بكثير من المبالغ اللي قاعد يصرفوها الناس في العراق بشكل خاص مثلا او في الدول العربيه بشكل عام. حاليا في الدول العربيه يعني المواطنين يصرفون اكثر بكثير ويحصلون على اقل بكثير. فبالتالي يعني ال4G وال5G اذا اجيد التخطيط لها ودراستها بشكل حقيقي وتم منحها كاستثمار لشركات متخصصه في هذا المجال وليست شركات تجاريه، اعتقد انه راح يكون هناك يعني ارباح كبيره للشركات وكذلك انخفاض كبير في المبالغ اللي يدفعوها المستخدمين او المشتركين، وبنفس الوقت راح يكون هناك يعني نوعيه افضل بكثير من الخدمات. يعني لا اعتقد انه المبالغ اللي يدفعها المواطن العراقي اليوم يجب ان تزيد اذا كان هناك زياده في ال4G او ال5G. اذا كان هناك مثل ما ذكرت تخطيط صحيح، استخدام المعدات الصحيحه، الاستعانه بشركات استشاريه وتقنيه حقيقيه، اداره حقيقيه للموارد، يجب ان تكون نفس المبالغ اللي يدفعها المواطن اليوم هي كافيه انه تحقق له اسرع سرعات بال4G وربما حتى بال5G في المستقبل. تقنيه السمارت انتنا، مساوئ هذه التقنيه، ايجابياتها. استاذ اركان طبعا شكرا جزيلا للاهتمام يعني والاسئله الممتازه. يعني يا ريت انه الاخوه او الاخوات الاخرين المتابعين يثرون باسئلتهم، لانه يعني هذه فرصه انه نستمع للاسئله ونعطي الاجوبه. فرق المحاضره الفيديوهيه او اللايف، البث اللايف، هو انه الشخص المتابع او المشاهد راح يكون هو جزء من الحدث. يعني اسئلتكم هي راح تكون اللي هي اللي توجه لنا مسار المحاضره والحديث. فيا ريت يعني بالنسبه للاخوه المتابعين اي سؤال عندكم او اي استفسار احنا يعني يسرنا الاجابه، وان شاء الله راح نكون موجودين يعني خلال ال 20 او 30 دقيقه القادمه ان شاء الله. السمارت انتنا مثل ما ذكر الاستاذ اركان، طبعا بها ايجابيات بها سلبيات. كونها سمارت هي انه هي اما يعني طبعا مصطلح سمارت انتنا لها عده يعني مفاهيم. هل انه هي سمارت لانه هي ادابتيف، انه تقوم بتقليل او زياده التردد والشانل بالاعتماد على نوعيه الانترفيرنس الموجود؟ يعني هناك طبعا انتنات اللي هي حاليا يتم تطويرها تستلم ما يسمى بالسي كيو اي اللي هو شانل كواليتي انديكيشن، تستلمه من المستخدم، وعلى هذا على اساس السي كيو اي تقوم بتغيير نوعيه الموديوليشن اللي هو التضمين او التضمين الترددي للاشارات او الرسائل المرسله والمستقبله بين يعني البرج والهواتف الذكيه. اذا كانت السي كيو اي قويه راح تقوم بزياده معدل الارسال والاستقبال، وبالتالي راح تجيك اشاره اوضح، راح تجيك يعني مثلا اذا كنت تتابع فيديو راح يجيك الفيديو ب تقنيه او ريزوليوشن اعلى.
كذلك إذا استلمنا سي كيو آي من المستخدم ضعيف، مما يدل على أنه المستخدم أما أنه يتحرك بسرعة عالية أو أنه موجود في مكان لا تغطيه الشبكة بشكل حقيقي، راح تقوم هذه الشبكة بتقليل نوعية الموديوليشن اند كودينج سكيم، بالتالي انه راح تقلل لك الريزوليوشن مال الفيديو بس تمنع لك التقطعات. يعني انت راح يظل عندك هنا الخيار، اما انه تريد تحافظ على الريزوليوشن مثل ما هو راح يصير عندك تقطعات في الفيديو اذا كنت في مكان لا يتم تغطيته بشكل حقيقي من قبل الشبكه، او انه تستخدم هذه الادابتيف انتنا او السمارت انتنا اللي راح تسمح لل يعني الانتنا او الفولج بانه يقوم بتغيير الموديوليشن والكودينج سكيم اللي هو تشفير الاشاره وتضمينها بدرجه معينه بحيث انه تحافظ لك على استمراريه الخدمه بدون حصول تقطع فيها الاشاره، حتى وان كان هناك يعني ضعف مثلا مثل ما ذكرنا انه تقلل الريزوليوشن الخاص بالفيديو او تقلل الريزوليوشن الخاص بالصوت، هذه ايضا لها الكثير من التطبيقات. النوع الاخر اللي هو ممكن انه نسميه سمارت انتنا هو مثل هذا اللي ذكرناها اللي هي البيم فورمينج، انه اذا كان هناك مستخدم يقوم بالحركه سواء كان يمشي او يعني يركب سياره او دراجه هوائيه او دراجه ناريه او غيرها، بنفس الوقت الانتنة يعني تحاول انه تتابع هذا المستخدم، فالانتنة راح الخاصه باليوزر اكوبمنت راح تقوم باطلاق ما يسمى اللي هو يعني الباور اللي هي الاشاره اللي ترسلها، طبعا راح ترسلها بما يسمى بالجين اللي هو الربح او الدايركشناليتي اللي هو شلون راح تخلي الاشاره تتجه باتجاه معين، هذا الاتجاه هو راح يسمى البيم. نفس الحاله البيس ستيشن او البرج ايضا راح تقوم بارسال بيم اخر، هذه البيمز راح يجب ان تكون يعني تلتقي في كل الاوقات بحيث انه طبعا البرج ثابت اما المستخدم فمتحرك، فعندما يتحرك المستخدم فالبيم الخاص به والبيم الخاص بالبرج يجب ان تتحرك سويه بحيث تكون دائما يعني في مقابل بعضها البعض الاخر لكي تحافظ على يعني قوه الاشاره، لانه اذا صار عندنا مس الاينمنت اذا كان البيم من المستخدم والبيم من البرج ليست في نفس الاتجاه هذا راح تسبب لنا ضعف في الاشاره وربما حتى انقطاع في الاشاره. طالما انه المستخدم موجود في ضمن نطاق التغطيه الخاص بهذا البرج فراح يكون هناك عندنا ما يسمى بالبيم فورمينج اللي هو تشكيل البيم وتتبعه بين المستخدم والبرج. بعد ذلك اذا كان المستخدم اصبح بعيد عن البرج راح يرسل لنا سي كيو اي ضعيفه راح تقول بانه يعني البرج راح ايضا لانه سمارت لانه ادابتيف راح يقوم بعمليه الهاند اوفر اللي هو تسليم معلومات هذا المستخدم الى البرج الاخر القريب منه وهكذا. وهذا ايضا طبعا راح يسبب لنا احد المشاكل في ال 5G لانه راح يكون عندنا الابراج اقصر على مود تكون اقرب للمستخدمين، راح تغطي مسافه اقل او مساحه اقل، وبالتالي راح يكون عندنا هاند اوفر اللي هو انتقال من برج الى برج اخر اكثر بكثير من اللي موجود حاليا في الابراج الخاصه بالواي فاي او الابراج اللي هي 900 ميجا هرتز او 2.4 او 5 جيجا هرتز. اها شلون راح تلتقي اشاره البرج مع اشاره المستخدم؟ المفروض انه الاحتماليه قليله على اعتبار انه المستخدم على حركه دائمه. نظريا الاشارات اللاسلكيه تنتقل بسرعه الضوء. يعني اذا كان هناك اي مستخدم مهما كان سريع فهو من المستحيل انه يتحرك بسرعه الضوء، يعني مهما كانت سرعه المستخدم. انا حاليا قاعد اشتغل على بحث من هذا الموضوع يعني انه ما هي اقصى سرعه للمستخدم بحيث انه يستطيع دائما البرج انه يرسل اشاره معينه ويستلم موقع المستخدم الجديد بحيث انه يقوم بتحريك البيم الخاص به بنفس السرعه مالت المستخدم. ال 5G راح توفر لنا سرعه تصل الى 500 كيلو متر بالساعه. يعني ما اعرف اذا كان هناك طيارات تطير بهاي السرعه او لا، بس ماكو سياره بالعالم يعني تسير بهاي السرعه 500 كيلو متر بالساعه. ايضا حتى لو كان المستخدم يركب سياره او يركب فد مركبه تسير بسرعه 500 كيلو متر بالساعه فالبرج راح يكون ايضا حتى في هذه السرعه قادرا على تتبع اشاره المستخدم، لانه مثل ما ذكرنا عمليه البيم فورمينج هي انه تقوم بارسال رساله يسموها البايلوت الى المستخدم، المستخدم راح يرجع عليك رساله ثانيه، الرساله اللي ترجع عندك راح تنطيك موقع المستخدم والدايركشن اللي هو اتجاه حركه المستخدم، على هذا الاساس البرج راح يقوم بتحريك البيم الخاص به الى يعني الموقع اللي يتنبأ انه المستخدم راح يكون موجود فيه في الاجزاء من الثانيه المقبله، يعني مثل ما ذكرنا راح يكون عندنا واحد بالالف من الثانيه تاخير ما بين الاند تو اند، يعني اذا كان المستخدم موجود في العراق ويقوم بالاتصال بمستخدم موجود في امريكا يجب ان يكون الاتصال بينهما يعني التاخير اللي هو حاليا ربما يكون اجزاء من الثانيه او اجزاء قليله من الثانيه راح يكون واحد بالالف من الثانيه، بحيث ان هناك يعني ملايين الرسائل ترسل وتستقبل في الثانيه الواحده. ف
هذه ما راح تكون يعني الاحتماليه قليله، وانما يعني هناك الكثير من الخوارزميات والبروتوكولات والتطبيقات اللي جاري يعني تطويرها لكي يعني نزيد احتماليه التقاء اشاره البرج مع اشاره المستخدم الى درجات كبيره جدا، ولحد الان يعني وصلوا الى 99.999 اللي هي يسموها الفايف ناينز، اللي هي يعني احتماليه كون المستخدم يتم تغطيته من قبل هذا البرج هي 99% فاصله 999، يعني 999 بالالف، يعني احتماليه كبيره جدا ان شاء الله. اتمنى انه يكون هذا الجواب للاخت حنين مطلق. استاذ اركان، طبعا لا بالعكس حياك الله، يعني اتمنى انه يكون هناك اسئله اكثر. لو كثرت الاسئله من باب توضيح كيف ستتعامل الشركات الكبيره المعروفه. اذا كنا نتحدث عن شركات يعني تقديم خدمات الهواتف النقاله او شركات الانترنت في ال 5G او في ال 4G اللي يتم تطويره حاليا، سيكون هناك يونيفيكيشن يعني توحيد بين هذه الشركات، يعني يجب ان يكون يعني راح تكون عندنا شركات هي نفس الشركه مسؤوله عن نصب ابراج الانترنت والاتصالات في نفس الوقت، واللي هو يعني جزء من ال 4G وايضا راح يكون جزء من ال 5G. شو راح تتعامل بها الشركات؟ راح تكون امام خيارين، يا اما انه تقوم بالتوحيد فيما بينها، يعني تكون نفس الشركه مسؤوله عن يعني تتحد شركتين، الشركه المسؤوله عن توفير خدمه الانترنت مع الشركه المسؤوله عن توفير خدمات الهواتف النقاله، ويكونوا كلاهما يعني يقوموا بنصب نفس البرج ونصب نفس الانتنات ونفس الخدمات للمستخدمين. هذا راح يكون هو احد الحلول. الحل الاخر انه يعني بعض الشركات شيء طبيعي انه اذا ما صمدت بوجه التغيير راح تنتهي وتعلن افلاسها او تقوم بالبحث عن مكان اخر للعمل به، يعني ما اعتقد انه راح تكون نفس الشركات بنفس الياتها الحاليه قادره على مواجهه التغيرات المقبله الا اذا كانت مستعده للتغيير، يعني والتوائم مع التغيرات اللي راح تصير موجوده ان شاء الله. استاذ محمد عبد الامير استاذنا حياك الله وشكرا جزيلا لوجودك، يعني تشرفنا. استاذ حمزه، دكتور حمزه بارك الله بكم، شنو الفرق بين السنترلايزد سوليوشن والديستريبيوتد سوليوشن للترافيك موديل مالت 5 جي نتوركس؟ ممتاز، سؤال ممتاز جدا، وطبعا سؤال يعني بحثي ودقيق ومفصل. السنترلايزد سوليوشن والديستريبيوتد سوليوشنز طبعا هذه راح تكون هي خيارات او قرارات تتبع للشركه اللي تنصب البرج، يعني مثل ما ذكرنا السوفت وير ديفايند نتوركس راح يكون هو جزء رئيسي من الشبكات المستقبليه. الترافيك وقرار انه يعني التحكم بالموديوليشن اند كودنج سكيم سواء كان هو سنترلايزد او ديستريبيوتد، هذا راح يعتمد على سياسه الشركه. يعني لحد الان ك5G ليس هناك ستاندرد موحد لهذا الشيء، يعني الستاندرد اللي تم اطلاقه مثل ما ذكرنا شهر 12/2017 يعني تقريبا قبل ثلاث اشهر لم يذكر ان هناك سنترلايزد او ديستريبيوتد سوليوشن، هذا الشيء يعني حاليا متروك للريليس 16. ريليس 16 اللي هو يعني الاصدار القادم من الستاندرد راح يكون في اواخر 2018 او بدايه 2019، اللي هو راح يكون يعني احد اهدافه الرئيسيه هو انه هل ال 5G راح يشتغل كستاند الون نتورك يعني شبكه لوحدها او نون ستاند الون نتورك اللي راح تشتغل بالتوازي مع ال 4G. اذا كانت نون ستاند الون فراح يكون القرار نفسه متروك، اللي بال 5G هو نفسه اللي كان موجود بال 4G، يعني ما راح يكون هناك اختلاف. اما اذا كانت ال 5G تعمل كستاند الون اللي هي نفسها ابراجها لها مستقله ومعماريتها لها مستقله، فراح يكون القرار اعتقد ديستريبيوتد، يعني الاعتماد على السوفت وير ديفايند نتوركس وتقنياتها. نتمنى انه يكون هذا يعني الجواب للسؤال، ما اعرف. ست حنين شكرا جزيلا، الحمد لله انه يعني توفقنا انه نجاوبكم على هذا السؤال. ما اعرف اذا كان اكو بعد اسئله اخرى او لا. بالنسبه للاخوه المتابعين يعني مثل ما ذكرنا اذا كان هناك اي سؤال فنرحب بهم، ويا ريت انه تتركون اسئلتكم لكي نتسنى انه نقوم بالاجابه عليها. مثل ما ذكرت يعني ايضا من خلال اسئله الاخوه المشاهدين او المتابعين، التخوف من الامور البيئيه او الصحيه وارد وموجود، وايضا هناك الكثير من الشركات حاليا يعني الكثير من المنظمات المستقله دوليا تقوم بمراقبه كل شيء جديد يظهر، يعني كل الترددات الجديده التي تظهر يقومون بمراقبتها وعمل الكثير من البحوث والدراسات والفحوصات على كونها هي هيلثي او لا، هل هي تؤثر على صحه البشر او لا. مثل ما ذكرت يعني الاف الدراسات منشوره اونلاين، شركات الاتصالات تنكر كل هذه الدراسات، والمنظمات المستقله يعني تسعى الى اثبات صحه كل هذه الدراسات
ليس هناك يعني حسب معلوماتي ليس هناك يعني قرار نهائي بكون أنه هذه الشبكات أو هذه الاتصالات هي السبب الرئيسي في الأمراض المستشعية عند البشر أو اللي تتزايد يوم بعد يوم، إلا أن هذا الشيء يعني مثل ما ذكرنا قيد الدراسة أيضا يعني بالنسبة لدولة أو مؤسسة حقيقية تسعى إلى أنه تطور قطاع الاتصالات، يفترض أنه جزء من التخطيط راح يكون هو الجانب الصحي أو الجانب البيئي كذلك. أيضا مثل ما ذكرنا يعني نصب الكثير من الأبراج المتقاربة، لأنه راح تكون الأبراج يعني في الـ 5G مثل ما ذكرنا يعني مئات الأمتار عن بعضها البعض وليس كيلومترات، نصب الأبراج أكثر والتداخلات فيما بينها، هل هذه راح أيضا تأثر على البيئة، تأثر على صحة البشر؟ أيضا هذه الكثير من الأمور يفترض أنه تؤخذ بعين الاعتبار. هناك الآلاف من البحوث والدراسات المنشورة حاليا عن هذه الأشياء، يفترض أنه أي شركة أو أي مؤسسة أو حتى الدولة اللي تفكر أنه تقوم بتطوير قطاع الاتصالات تأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، ويجب أن يكون هناك يعني خبراء مختصين بهذا المجال هم يكون لهم الكلمة الأخيرة يعني في أنه هذا الشيء اللي راح يقدم لي أداء أفضل هل يستحق المخاطرة من الناحية الصحية أو لا. هذا الشيء طبعا يعني مثل ما ذكرنا قرار يتخذ الناس المسؤولين عن هذا الموضوع. صار أركان يا ريت تطرق لتردد الـ 6 جيجا هرتز. الـ 6 جيجا هرتز طبعا كترددات لاسلكية كل المستخدمة سابقا هي كانت تسمى بالسب 6 جيجا هرتز باند اللي هي أقل من 6 جيجا هرتز، يعني اللي هي 800 700 900 1.6 2.4 3.6 and 5.8 جيجا هرتز. 6 جيجا هرتز ما أعتقد أنه هي موجودة حاليا، يعني هي غير مستخدمة، وحتى في المستقبل الـ 5G اللي يعني تم إقرارها لحد الآن هي تتكون من ثلاث باندات اللي هي 900 ميجا هرتز و 3.6 جيجا هرتز و 28 جيجا هرتز. طبعا 28 هذا هو اللي هو الكارير فريكونسي أو يسمونه السنتر فريكونسي، طبعا هي تتراوح ما بين 27.5 إلى 28.3 جيجا هرتز، بس ك 6 جيجا هرتز ما شفت أنا لحد الآن أي بحوث أو دراسات أو أي ستاندرات تستخدمها ك يعني كارير فريكونسي للاتصالات اللاسلكية. دكتور حمزة، هل هناك حظوظ لل CDMA ليعمل كمالتيبل أكسس تكنيك؟ المالتيبل أكسس تكنيك يعني حاليا هناك اثنين رئيسيات يتنافسن اللي هي الـ OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing والـ Non-Orthogonal Multiple Access NOMA. ك CDMA مثل ما ذكرت ايضا يعني في المحاضرات السابقه يعني هناك ايضا بعض التقنيات اللي مستخدمه في 5G راح تكون ايضا بتقنيه CDMA اللي هي اذا اتذكر بشكل صريح او بشكل حقيقي تحدثنا عنها قبل شهر تقريبا، بعض الشبكات اللي راح يكون بها يعني خليني اشوف دكتور حمزه، خليني اشوف هذا السؤال واتاكد من عنده، لانه انا يعني شرحتها في الفيديو اخر فيديو شرحت على 5G كان انه السي دي ام اي والاف دي ام اي والفرق بيناتهم وكل واحده منهم راح تستخدم للداتا بلين او الكنترول بلين، فراح يكون هي جزء من 5G بس وين بالضبط خليني اتاكد منها ان شاء الله. بعد ما اعرف اذا كان عندنا اسئله اخرى، اتمنى انه يكون الكلام اللي حشيناه يعني مفيد وعند حسن ظن الاخوه اللي او الاخوات اللي كانوا متابعين ويانا، وايضا مثل ما ذكرت هذه راح تكون هي الحلقه الاولى من سلسله حلقات وسلسله فيديوهات اونلاين راح نشرح بها التقنيات الاتصالات الجديده والامور الاخرى اللي تحدث عنها دكتور اسامه قبل مده اللي هي الكونكتيفيتي. في المحاضرات القادمه ان شاء الله او الفيديوهات القادمه ان شاء الله راح يكون عندنا ضيوف يتحدثون عن تخصصات اخرى قريبه من ال 5G، طبعا هذه هي يفترض انها تكون مفاجاه بس خلينا نتحدث عنها شويه انه في الويبينار القادم ان شاء الله او في الفيديو اللايف القادم ان شاء الله راح يكون عندنا ضيف مختص بالفايبر اوبتيك. ما اعرف اذا خلي نعرف انه يعني خلي هذا الشيء مفاجاه لكم ان شاء الله بوقتها، وايضا راح يكون هناك حديث موسع ومفصل عن شنو او ما هي نوع الشبكه اللي راح تكون موجوده في حاله انه اكتمل تطبيق الـ 5G واكتملت شبكة الفايبر تو ذا هوم وشنو التعاونات والاختلافات والتكاملات اللي راح تكون موجودة في ما بينهم. أستاذ أركان أقصد اللي أكثر من 6 عفوا مثل ما ذكرت أستاذ أركان اللي أكثر من 6 جيجا هرتز حاليا اللي الوحيد المستخدم يعني كستاندرد بالـ 5G هو الـ 28
28 جيجا هرتز. هذه هي الوحيده اللي راح تكون موجوده، واللي هي يسموها المليمتر ويف مثل ما ذكرنا، راح تكون هي الوحيده الموجوده في ال 5G لحد الان. مستقبلا هناك الكثير من الطروحات الموجوده حاليا، ال 60 جيجا هرتز اللي هي 60 جيجا هرتز، هذه نون انلايسنسد، يعني ممكن تظل تستخدم لتطبيقات الاندستريال ساينتفك ميديكال اللي هي يعني التطبيقات الصناعيه والعلميه والطبيه بدون لايسنس يعني. بعد ذلك ممكن انه نصعد لل 39 جيجا هرتز، المقترح ايضا ال 74 عندنا و 96 جيجا هرتز، كل هذه من ضمن يعني حزمه المليمتر ويف، بس لحد الان هي غير موجوده وغير مضمنه ضمن ال 5G. نرجو الاعلان عن وقت اللايف قبل يوم. دكتور حمزه حبيبي، احنا هذا اللايف اعلنا عنه قبل اسبوع تقريبا يعني، ويعني كان موجود في الجروب، وايضا يعني قبل ساعه هم يعني كتبت بانه انتظرونا بعد ساعه، فاعتذر انه يعني اذا كان هناك خلل في الاعلان. ومع ذلك هذا الفيديو حاليا يعني قاعد يتم تسجيله وراح ينزل عندي ان شاء الله بالقناه على اليوتيوب، وبالنسبه لاي شخص فات اي شيء من الفيديو راح يكون ان شاء الله متوفر وتستطيعون الرجوع اليه. اكو وقت محدد للمحاضرات اليوم او الساعه؟ طبعا هذه اعتمد على يعني وقت توفر الاخوه والاخوات يعني المعنيين او المختصين في هذا المجال. مبدئيا احنا راح يعني نحاول انه نقوم بالاعلان عن هذه المحاضرات قبل اسبوع او قبل يوم او يومين، ونتمنى انه يعني تتابعونا يعني في هذا الجروب، هذا الجروب اللي هو نتورك كوميونيكيشنز. يعني بالبدايه احنا ولو هذا الشيء متاخر حاليا نوجه لهم الشكر على هذه الفرصه انه نقوم بطرح هذه المحاضره يعني لايف اونلاين. كذلك الاستاذ منهل اللي هو الادمن في هذا الفيديو هذا الجروب، كذلك الدكتور اسامه، دكتور سهيل، هم الناس يعني اصحاب فضل في هذا المجال، وهم يعني اللي دعونا لهذا الجروب ووفروا لنا هذه الفرصه، فنشكرهم يعني باسم الجميع. وان شاء الله في المستقبل راح يكون يعني الفيديوهات راح تكون ايضا اما شخص واحد او عده اشخاص يعني مختصين في عده مجالات، وراح تكون مثلا اما حلقه نقاشيه او ايضا يعني راح تكون عباره عن برزنتيشن نعرض به قد امور معينه ونستقبل اسئلتكم. وان شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع يعني. استاذ اركان عاشت ايدك انت يعني، بارك الله بك، انت يعني انطيت للمحاضره روح وخليتها يعني مليئه بالمعلومات ان شاء الله. اسئلتك يعني كانت كلها اون تارجت يعني في المكان المناسب. واتمنى انه تكون موجود يعني ان شاء الله في المحاضرات القادمه، وايضا اتمنى انه يكون الكلام اللي تم ذكره يعني على الاقل ينطي فد انديكيشن او فد فكره عن الامور اللي راح تكون موجوده ان شاء الله في المستقبل. كتدريب في ال 5G يحتاج سيميوليشن، حاليا ك 5G مليمتر ويفز موجود السيميوليشن يعني سيميوليشنز كثيره موجوده يعني بعضها من قبل نيويورك يونيفرسيتي، ايضا يعني اذا تحبون راح تكون يعني ممكن انه ارفق الروابط الخاصه بالسيميوليشنز موجوده لل 5G. مثل ما ذكرت جامعه نيويورك، وايضا اكو عندنا ما يسمى بال 5G مليمتر ويف موديول اللي موجود في الان اس 3 النتورك سيميوليتر الاصدار الثالث، ايضا موجود حاليا فد موديول كامل هو فقط لمحاكاه ال 5G. وايضا اذا تحبون راح يكون موجود ان شاء الله الرابط الخاص به يعني في التعليقات لهذا الفيديو او في الديسكربشن الخاص لهذا الفيديو اذا تم نشره في اليوتيوب. بس ايضا يعني موجود حاليا الكثير من السيميوليشن والكثير من السيميوليترات موجوده يعني متوفره. ان شاء الله راح يتم ارفاقها كل هذه الروابط الموجود اللي ذكرناها في التعليقات لهذا الفيديو في الجروب، وكذلك في الديسكربشن الخاص لهذا الفيديو اذا نشرناه ان شاء الله في اليوتيوب. اي سؤال اخر، اي اضافه، اي استفسار، اي مقترح للمحاضرات القادمه ان شاء الله ممكن. طبعا هذا الفيديو راح يكون هو اونلاين يعني موجود لايف حتى بعد ما نكمل، فاي اضافه بالنسبه للاخوه والاخوات المهتمين ممكن راح يكون يعني تستطيعون اضافتها بعد ذلك. و ما اعرف نختم يعني، هي تقريبا احنا خططنا انه تكون ساعه وحاليا تقريبا هي 53 دقيقه. اتمنى انه يكون الكلام اللي كان يعني اللي تم ذكره مفيد للجميع ان شاء الله، وشكرا جزيلا للي شاركوا ويانا، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا، مع السلامه.